السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيدو ده موقع بيحول البرومت لفيديو، مجرد ان انت تكتب تكست او تديله صورة يبدأ ان هو يعمل لك الفيديو. حاجة احترافية جامد جدا. خلينا نعمل تراي، وعندك 80 كريديت تقدر بعد كده تعمل ابجريد لو عايز تاني، او تستنى بقى تعمل ايميل تاني. هنقول له كريت فيديو، فبيقول لي اكتب الافكار بتاعتك هنا، ممكن تحط صورة، يعني ممكن احط صورة وهو يبدأ ان هو يلتزم بيها، او اديله البرومت وهو يبدأ ان هو يعمل لي الفيديو. فانا كتبت له البرومت واقول له كرييت، الكرييت ده يسحب مني 4 كريديت. وتعالى نشوف الفيديو بالشكل دوت. ممكن تقول له ري اديت او عايز اب سكيل. اب سكيل هيكبر لك الجودة بتاعة الفيديو. طيب خلينا نديله صورة. هقول له دلوقتي انا محتاج صورة، تقدر تعملها دراج او تعملها سيلكت، ونديله البرومت احنا عايزين نغير ايه في الصورة ديت. طيب ممكن ناخد مثلا الشخص دوت، ده شخص معمول بالذكاء الاصطناعي، فمفيش حقوق ملكية يعني أو مفيش مشاكل. ممكن تاخدها كأول فريم وخليه بوي بلاي، ونشوف الفيديو هيعمل ايه. عملنا الفيديو بسرعة، فنقول له ايه شغل فيديو اهو، فعمله بشكل ظريف. تعال نجرب حاجة تانية، ناخد مثلا الفيديو الصورة ديت ونخليه مثلا درينك كوفي، ممكن نقول له هو ده الكاركتر ريفرنس بتاعتنا. نبدأ بقى نشوف. عمله بشكل برضو جميل، فالموقع فيه شوية مزايا حلوة يعني. ممكن نجرب كده البروم التاني، وهقول له كريديت 4، فيعمل لنا الفيديو. وهنا هتلاقي ان انت تقدر انت تعمل له داونلود زي ما انت عايز.